الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. درسنا لهذا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 31 إلى الآية 32. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. موضوع الآيات: الحث على اجتناب الكبائر. شرح هذه الآيات: إن تجتنبوا كبائر، الكبائر المراد بها كل ذنب أو معصية حدد لها الشرع عقوبة، مثل الشرك والسرقة والزنا. ما تنهون عنه نكفر عنكم، نستر ونعفو. سيئاتكم المراد بها صغائر الذنوب. وندخلكم مدخلا كريما، المقصود به هنا في هذه الآية الجنة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي ما زاد به بعضكم على بعض من الأمور الدينية أو الدنيوية أو الخلقية. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآيات لها فوائد، منها: 1- الحث على اجتناب كبائر الذنوب لآثارها السيئة على الفرد والمجتمع. 2- فضل الله على المؤمنين حيث يكفر عنهم الصغائر إذا اجتنبوا الكبائر. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبنا الكبائر. 3- بذل الأسباب الموصلة إلى فضل الله من الاكتساب والجد في العمل والحرص على ما ينفع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.